تبارك وتعالى أن يكون ستارا غفارا، وخاصة من خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون شفيقا رفيقا، وخاصة من خصال أبو بكر الصديق أن يكون صادقا مصدقا، وخاصة من خصال عمر بن الخطاب أن يكون عمار النحايا، وخاصة من خصال عثمان بن عفان أن يكون طعاما بطعام ومصليا بالليل والصيام، وخصلة من خصال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه أن يكون عالما شجاعا. لمن سيد هوغو شر شر من هنجو من جولة سادو قرم دي لمن آخنج من جلدي تا تو الحمد لله انجت يومي راو تبارك وتعالى من نامي ولوان ويدان ان البشرون مسمى ان هم بي لدماعين بخاري الأسري الشيخ مودي بو عمر زنغو واندي ان ويربيين ويديين تدو الحمد لله هو يتكي جامع رسول سي وانديين ويربيين ويديين تو الحمد لله هانكو او رتبي لله اون انديمو اون غرديمو اون غيديمو تو الله ورجون خير البركه النبي صلى الله عليه وسلم اون سرغي اونوت مسمن هانكو امام اهل الصفاتي هانكو مودي ابو بكر امام اهل الصفاتي بسمي ولي أقول لي وأنا من دير دي برنمان رؤيتكم على النبي الحمي تو الحمد لله إن من عندنا بخاري الأصلي وهو الكبير الكافي هو هادي الورى من قوله الحديث والقرآن وهو الشهيد الأول في الأول مفتاح سر شهادة الوحدان ما هو إلا بخاري ومسلم سر السرى في سائر الجسمان فأقول قومي إخوتي بل سادتي أبناء جسمي بل بني أزمان من فاته منكم إيان بخاري أو مسلم المعروف بالحجاج انظر إلى شيخنا زنغو نظرة تفكر لترى الجمال بعينه نوران مولانا البلد بلدكم والمكان مكانكم جئتم أهلا ووجدتم سهلة ومن قوم مأبتة هيتنا ha awoni ha anani haddasana fu ha duniyaru ay ko ha madina mehi bilu ha madina ha fundu ko tal fere dali ko do fere wi haddasana to wala mi artinu mo sibu kharijul asri ta wi haddasana ni to zango man tan zango chak wallahi khairul barka nabi mawlana hadda mashkura